كما ولفتكم ديما في الميزات العقاريه، الميزه اللي عندي اليوم هي اول حاجه من ناحيه الموقع. الموقع اللي كنتواجد فيه على مقربه من واحد من اكبر الشوارع بالمدينه، شارع محمد السادس. اي حاجه احتاجتها فهي موجوده. بالنسبه للثمن ديال العقار فهو 460 الف درهم، كنهضر على 46 مليون. ولكن امال هذا العقار قابلين باش انهم يتفاوضوا اذا كان شي واحد ولا شي وحده عاجبها هاد الشقه؟ اما بالنسبه للهندسه والفصاله اجيو معايا نشوفوها. عندي هذا هو الصالون اللي هو كبير، الخلفيه ديالو كما كتشوفوا ديال التلفازه دايرينها بواحد الطريقه اللي هي جديده. الباب ديال الدخله فهي باب اللي هي بلاندي. اما عندي في هذه البلاصه هذه فهو الممر فين كيتفرقوا عندي الغرف. عماره اللي هي من العمارات الجداد بلاسانسور مرآه ديال السيارات، واجمل ما في الموضوع هو الموقع فين كنتواجد. اجوا معايا شوفوا العقار كما كنطلب منكم ديما، بارتاج ديال الفيديو مع الصحاب والاهل والعائله. على بركه الله نبدا الوصف ديال العقار ديال اليوم. المدخل الرئيسي هو هذا، هو عباره عن باب اللي هي بلاندي مقاومه للكسر، وهنا بالمحادات ديالها فعندي جوج ديال الشقق، وكاين المصعد هو هذا، ودروج اللي هما كبار، عماره اللي هي نقيه. وعندي هاد الشقه هادي كتواجد في الطابق الثاني اعزائي المشاهدين، في الترزيان 11 هي هادي. كما قلت كنتواجد على واحد من اكبر الشوارع بالمدينه. اليوم كنتواجد في مدينه مكناس، ومن مدينه مكناس اقدم التحيه والسلام في ما كنت اعزائي المشاهدين جميع انحاء المغرب، وكذلك كنقدم التحيه والشكر الناس اللي كيشاهدوني من خارج المغرب في ما كنتو في بقاع العالم. كنقول لكم مرحبا وشكرا، شكرا على التواصل ديالكم. شوفوا هاد الديكور هادي اللي دايرين هنا، داير بحال الخر. وهنا تيتفرقوا عندي في هذا الممر هذا، تيتفرقوا عندي الغرف. ما بالفينيسيون اللي كانت فكانت فينيسيون اللي هي رفيعه، ماشي كنهضر غير على الزواق، ما كنهضر على لا كاليتي ديال الامور اللي خدموا بها. مثلا هاد البيبان هادو لي زانتيريبتور ديال الضو، وتا الالومنيوم فكان ذو جوده بجوده عاليه. عندي هنا الحمام دوش طواليت، عندي الغرفه رقم واحد، هذه الغرفه ديال الوليدات هي هذه. كما قلت لكم اجمل شيء في هذا الموضوع ديال الشقه ديال اليوم هو الموقع اللي جبتها لكم. راه موقع واعر، حداك الطاكسي، حداك الطوبيس، حداك الابنار، حداك المدارس العموميه والمدارس الخصوصيه، السويقه مثلا، شنو نسينا اخر، مثلا مسجد. كل حاجه كيحتاجها الانسان فهي على مقربه، ممكن الانسان يستثمر فيها من اجل الكيرها، ولا يستثمر فيها مثلا الوليدات ديالو. شوفوا معايا غرفه ديال النوم فيها باركو ديالها وبلاكارات اللي هما جاهزين من داخل مغلفين. هذه هي غرفه ديال النوم. كما قلت الثمن هو 46 مليون اللي طالبين في المغرب. مالين هذا العقار هذا، واللي اكدوا ليا هو ان الثمن راه ممكن يكون هناك نقاش فيه، يكفي ان الانسان يكون عجبه الشقه بمعنى مقتنع بالشقه ويجي يشوفها، وراه الثمن اكدوا ليا بانه قابل للتفاوض. وعلى ذكر الثمن فهذه شقه اللي شراوها ماليها ولكن ما سكنوا فيها حتى شي نهار لظروف. هنا عندي الفيزافي ما كاينش، وتا البلاصه فهي بلاصه اللي هي زوينه، بلاصه اللي هي نقيه. تا بالنسبه للمنظر المحيط ديال البلاصه ديالي ف زوين وزوين بزاف. كنقول لكم اعزائي المشاهدين بالنسبه للمساحه، المساحه الاجماليه اللي فيها على ما اظن شي 92 او 91 متر مربع. كنقول لكم دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في عروض مقبله مع طارق.